يلا شفت الفيديو ديال إيمان، تحدث عليها جداها، جارها اغتصبها، تحكم بالبراءة، عمها اللي اغتصبها اللي ماشي كل نهار كان كيغتصبها، كل نهار كان كيتعدى عليها، ما خاصوش يتبرأ، الإعدام هكا كيتخاد الحق. سلام، كنتمنى تكونوا كاملين بكم مزيان وبخير، وكل شيء وعدا كدوزوا أيامكم مزيانة. يلا شفت الفيديو ديال إيمان، هذيك البنت اللي اختصبت امها، ما نعاودش لكم كيفاش ما قدرتش هاد ستوري، هاد الفيديو ديالو عاودت شحال مره، ما عرفت ما نقول، ما عرفت باش غادي نبدا، حيت هاد الموضوع هذا ديجا هضرنا فيه، وقع يعني ماشي اول مره. الدري عندنا اللي اغتصب وقتلو هذاك السيد اللي ما كيعرفوش، والقصص اللي كنت كنبارطاجي معاكم ومبغاش يدار الحل، يعني تخيلوا ان عمها تبرأ وجدها زي يعني تبرأت بحال ما دايرين حتى شي حاجه، ما تعداوش على ديك الدريه الصغيره وبحال ما وقع والو. البنت نفسيتها شفتوها هي كتهضر بها، شفتوها ما فكرتوش كيفاش غادي تكبر ديك البنت، ما فكرتوش شنو غادي تحس ان الحق ديالها ما تعطاهاش، الام ديالها تعداو عليها ورموها في داك لاكاف، ما كتعرف ما عرفتها شنو واش ميتها، ما فهمتش. راه خاصكم تفهموا، اليوم تغتصب الدريه صغيره، غدا تقدر تكون اختك صغيره، تقدر تكون بنتك، خاصكم توقفوا وتفهموا الناس ان اللي كيغتصب خاصو الاعدام، ما خاصوش يتبرى، الاعدام هكا كيتخاد الحق، لان ديك الدريه حياتها كامله غتبقى تعذب، حياتها كامله غتبقى تفكر داك المشاهد اللي عاشتهم ديك اللحظه. انا ما عرفتش الظلم اللي ولينا فيه، ما عرفتش حتى لين غادي يبقى، واه ولا الخايب كيدير ما بغا، ومسكين تتظلم وتتكرفس ما فهمت، والله ما فهمت حتى لين. خاص هادشي يوقف. ها تحدات عليها جداها، جارها اغتصبها، هي ما خداتش حقها، تحكم بالبراء، عمها اللي اغتصبها اللي ماشي كل نهار كان كيغتصبها، كل نهار كان كيتعدى عليها، جدها اللي كانت واقفه مسانده داك العام، مسانده فينكم ديك الضجه اللي دارت، ديروها دابا، يلا ديروا حمله للمغتصبين، ديروها باش يولي الاعدام. حنا ما بغيناش يتبرؤوا، حيت اليوم ايمان، داك النهار عدنان وقبل منه خديجه، وشحال من واحد دري صغير كيتغتصب ويموت، وحنا ما سامعينش عليهم، ما عارفينش شنو واقع، راه وديال البنات ما كتا من غير الصغار حتى الكبار تتعداو عليهم، لا خوتهم عمامهم عطى الله المكبوتين، وتا واحد ما كيتخاد حقه في هادو. البراءه لا كتعب كتدافعوا على الشهوات ديالكم، بغيتو ونسيتو بزاف ديال المشاكل. انا ما كنلوم حتى شي واحد، ولكن الواحد راسو في بلاصه ديك الانسان، ما تبغيش اللي يتعدى لك على بنتك، ما تبغيش اللي يتعدى على يتعدى عليك، فخذ حق ديك الطفله والالاف ديال الاطفال. راه خاصكم تفهموا ان هادشي راه غيتعاود وغيتعاود، واحد النهار تقدر تكون اختك، تقدر تكون بنتك، يعني عافاكم هذوك الدرجه اللي كديروا مشاكل، الله يهديكم. تخيلوا معايا هذوك القصص كاملين اللي كنت كنحط، نفس القصه اللي وقعت لايمان دابا، يعني كاين اللي مغتصب باباها، كاين اللي مغتصب رجل امها، كاين اللي مغتصب باباها، كاين اللي مغتصبها عمها، ما قادراش تدوي، ما قادراش تقول والو، علاش النظره ديال المجتمع، امها ما غاديش تيقها، كاين اللي قالت لامها وما تيقاتهاش. نفس القصه تعاودت الايمان، نفس السيناريو يتعاود كل مره كل مره كل مره. درني خاطري ملي شفت ذات البنت ايمان كيفاش كتبكي وكتعاود، وطريقه باش كتهضري زوينه بزاف، ديك البنيه حرام هادشي، دريه باقا صغيره
تغتصب من جارها ومن عمها الاخ ديال باها والبراءه. انا ما فهمتش انا بغيت نوجه رساله للناس والجمعيات ديال داك القانون اللي بغاو يتحيد. فينكم دويو على ايمان اللي تغتصبت من عم اللي كانت واقفه مسانده داك العم مسانده؟ فينكم ديك الضجه اللي دارت؟ ديروها دابا، يلا يعني ديروا حمله للمغتصبين، ديروها باش يولي الاعدام. يعني حرام، يعني المسكين كيوقع عليه هذا الشيء وما كيتخادش ليه حقه، حقه عند الله. اه ولكن راه ما يمكنش ديك البنت كيفاش غادي تكبر. ديروا يلا ديروا هاشتاغ، نوضوا ديروا هاشتاغ كما درتوا هاشتاغ على هذا الشيء باش يتحبسوا المغتصبين، خاصهم الاعدام. سالينا الحقره راه خايبه، راه الحقره خايبه والظلم راه خايب، راه غير اللي مجربوا اللي غيف. خايب الظلم، خايبه الحقره، خايب انك ما قادرش تدوي، ما قادرش، ما عارفش كيفاش تاخذ حقك، ما عارفش منين. ما فهمتش انا حتى لين اني يدار لي حل. والله الا خاصو يدار لي حل، راه حشومه. حسبي الله ونعم الوكيل، الله ياخذ الحق في كل واحد كيعتدي على اي واحد ولا كيظلمو حيت عارفو ما عندوش كيفاش ياخذ حقه، سواء كان كبير او صغير. دريه صغيره مسكينه تمهم تعداو عليها. والمشكل فاش خرجت ودارت فيديو باغا تاخذ حقها وباغا بنادم يوقف معاها وداكشي الناس يشوفوه، ضربوها. شتو علاش ما خصش البراءه؟ ما خصش البراءه لاي واحد خايب، ما خصوش البراءه حيت غيتعاود، راه دار غلط تحبس واخا غير سنين قليله، غيخرج وغيدير نفس الغلط، خصكم تفهموها. مكرهتش نشوف نفس الضجه اللي دارت على الماده 490 القانون الجنائي ديالنا، دارت على هذا المشكل حيت ممكنش نبقاو فيه. وانت تخافت على راسك، راه كل دار فيها طفله، كل دار فيها طفله او طفل. يعني شوف لو ما دارش العام باقي تقريبا ما دارش العام، ترى نفس المشكل. الحاجه الخايبه هي ان هاد البنت انها غتعيش مع داكشي بحال بزاف ديال البنات وباقين خازنين داك انهم تغتصبوا فاش كانوا صغار وما قادرينش يهضروا، ما عندهمش مع من يهضروا حيت عارفين العقول مريضه اللي عايشين معاها ما تفهمش، غتلومها هي او هو. يا ربي تاخذ الحق في كل واحد، في كل واحد كيشوف الظلم وكيسكت عليه. يا ربي تاخذ الحق في كل واحد كيسامح اي واحد اغتصب وتعدى على شي واحد ضعيف او فقير او اي حاجه. يا ربي تاخذ فيه الحق، لان الناس ولات انانيه بزاف، يعني ما كنعممش ولكن البعض للاسف ان الناس زوينه قلال للاسف. الله ياخذ الحق، حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي غنقول، ما تنساوش ان الله يمهل ولا يهمل، والله تربتك ياخذ الحق طال زمان ولا قصار. واي واحد كيشوف الظلم وكيسكت عليه كيسكت على الحق، حتى هو غيدور عليه الزمان. انا هادشي راه بزاف حرام.